وجينا الناس اللي حضرت معنا أعضاء مسؤولية الفاعلين المسايدة، أعضاء النيابة الوطنية المدينة المسايدة، سيد المعتمد، سيد النائب على حركة نظام سيد كمال الفاس، سادة الصحفيين، وبقية المواطنين تاع المدينة المسايدة. البروجيكسيون تاع اليوم، البروجي اللي نخدم عليه اليوم هو أنا موضوع قديم جديد، هو يتعلق ببناء سيد البحر المسايدة. المشاكل اللي صايره في ميناء سيد البحري بصيادة، والرؤية بتاع تنسيقية المجتمع المدني والبحارة للمستقبل بتاع الميناء هذا. في الحقيقة كان فما جلسة قبل أعتقد الجلسة دي أنا حضروا فيها الإدارات الجهوية من المتخذة في قطاع سيد البحري، وقدمنا لهم البروجيكسيون هذه وتفاعلوا معها كل شيء. اليوم حبينا نعمل جلسة ونديو فيها اللواء بتاع دائرة المستير باش نشوف ورايهم في الموضوع ونمشي اكثر من هيك، انه معناها نتحصلوا على الدعم نتاع النواب باش صوتنا يوصل معناها لاعلى مستوى. هذا هو دونك باش نبداو باش نكونوا معناها فاتيك ونقدموا شويه نبداو بالبروجيكسيون وبعدين نفتحوا كيما نقولوا النقاش نفس الكل. تفضل سي سامان. C'est OK.
ارسال النواب على قياده المستير جمال عمران و سيدي سي بدر ماشي تفضل سيدي. حبيت نقول تجربه مدينة سيادة في الحوض المفتوحة أشيد بها على صعيد عالمي، وعندما نقول أشيد بها على صعيد عالمي هذا يعطي شرعية أكثر للمجتمع المدني في سيادة، يعطي شرعية أكثر لمدينة سيادة باش يحاولوا الحسد الوضع بتاع الميناء وإعطاء الأفكار اللي هي معناها نحاولوا كيفاش السلطة المحلية والجهوية والمركزية يتبناه الموقف هذا. حاب نقول أن مدينة صيادة كانت معناها هي من البلديات ولا المثال الذي يحتذى به في الحوكمة المفتوحة. نشوفوا الوحدة هذه في مجلس النواب كان بلدية صيادة هي المثال الناجح في تونس للحوكمة المفتوحة، فهي تستعمل الآن بعض الآليات التي تمكن المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار، كمثلا في تغيير السوق عملت نوع من الاستفتاء، والبلدية هذه هي مازالت في خطواتها الأولى لوضع الحوكمة المفتوحة. نحب نحييها بالمناسبة، ونحب نقول أنه بلدية صيادة نجم يكون المثال الذي يحتذى به لتطبيق التشاركية الديمقراطية وتطبيق هذه الحوكمة في جميع البلديات في تونس. وشكرا. هذه حبيت نذكرها المدافع هذه كانت في إطار معناها مناقشة الأرتيكل 39 تاع الدستور اللي هو يحكي على معناها مشاركة المواطنين والحكم المفتوحة في التنمية. نائبة نورة بن حسن معناها كانت عرضت المدافع هذه، والأرتيكل هذايا معناها نقولوا لكونه تقريبا بالإجماع نائب وحيد هو معناها فضل 180 معاه واحد برك في التصويت اللي قال معناها الحكم المفتوح هذه مش باهي. دونك حبيت نبدا بالشيء هذايا باش نبين الى كونه معناها احنا كمجتمع مدني ومع السلطات المحليه ومع البلديه ومع السلطات الجهويه، وكان عندنا لقاء معاهم معناها في 25 ابريل، وهنا نحب معناها نشكر السيده المعتمده والسيد رئيس البلديه معناها على التفاعل الايجابي وخاصه على تبني المشروع بالحق معناها لقينا دعم كبير منهم. المواطنين بتاع صيادة والمجتمع المدني بتاع صيادة مصرين على معناها على مواصلة المجهود بتاعنا، وفي هذا الإطار معناها حبينا نستدعوا السادة النواب وإعلامهم بالفكرة وبالمشروع المقترح باش هكاكا تبناوا معنا الحاجة اللي هي معناها إشكالية كبيرة هي ما عندناش في صيادة موارد نتاع رزق أبار الميناء، ما عندناش موارد رزق نتاع معامل نتاع شركات خاصة ولا عامة ولا عمومية. هذاك علاش خلانا معناها ناس نسبة المهاجرين في البلاد تكون نسبة عالية جدا، ونجم نقولوا عليها أعلى نسبة تعتبر على عدد السكان في الجمهورية التونسية موجودة في صيادة نتاع المهاجرين. والهجرة ماكم تعرفوا معناها المعضلة كبيرة، الشباب معناها يحبوا 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 يخرجوا من الواحد ويغرقوا، وهذه خطر مآسي كبيره ياسر في البلاد وعملت مشاكل كبيره. كيف توا احنا في معناها مع الدستور الجديد قربت تركيز السلطه المحليه والباب السابع من الدستور، دونك الموارد البلديه باش تكون اساسا معتمده على معناها الموارد الذاتيه. دونك لهنا زاد كيف خلينا نركزوا تركيز كبير ياسر على الحاجه اللي هي باش تخلي التنميه تمشي في صيادة اللي هي الميناء، والميناء ثم الميناء. كيف انه الميناء تو في صيادة؟ شنو الحاجه اللي يعيش فيها؟ شنو هي المشاكل اللي يعيش فيها؟ هذايا الميناء بتاعنا هو من عام 1965 حسب الاحصائيات وحسب البرنامج نتاع الوكاله يقول رابع ميناء في الجمهوريه السيد البحري هو ميناء صيادة.
دونك قبله جابس وقبله سوسة وقبله أجيل وكهو. أول ميناء سيد بحري في ولاية المسير من حيث الإنشاء. التوسيعات معناها عملت مرة واحدة في 2003. تدخل حسب دي معناها الاستاتيستيك مخديهم عند لبيب. كما تشوفوا معناها طاقة التبريد 80 طن، مصانع قشور الثلج 5، طاقة الإنتاج 23 طن، طاقة خزن الثلج 160 طن. عدد المراكب كل عام قاعدة تتطور، 2014 180 مركب، 2015 190 مركب، 2016 208 مركب. كان نشوفوا معناها في 3 سنين هذوما معناها 15.5% من التطور، دونك 15.5% هي تخلي معناها اللزوم وإجبارية أرصفة إضافية للأنساب. هذايا الكل معناها نحكيو عليه مع كيف مع كيف اللي هو الإنتاج. الإنتاج كما تعرفوا في السمك فما نوعين من الإنتاج، فما السمك الأزرق وفما السمك الساحلي. الطلبات كما نقولوا السمك الأزرق عندنا 15 وحدة إنتاج بتاع سمك أزرق تنتج تقريبا في 13 إلى 14% من الإنتاج الولائي. لكن كي نحتسبه معناها بدون اعتبار تربية الأسماك، خاطر تربية الأسماك حاجة أخرى جملة، نلقاو 18% في إنتاج ميناء صيادة، إنتاج ميناء طبلبة 80%، وإنتاج الموانئ الأخرين الكل اللي كاين مع بعضهم تو كونفوندو مع خنيس ولمطة واللي بارك هذوما الكل 2% برك من الإنتاج. هذه إحصائيات معناها من عند المندوبية نتاع الفلاح. التشغيل يخدم في 815 معناها بحار ومعناها خدام ديك في الوقت. نحكيو على التشغيل المباشر، هذا يمثل 750 عائلة. 750 عائلة من العائلات نتاع صيادة قاعدين يعيشوا ديريكتومون من البرد. أنا كأونسينيون ونقري في الولاد الصغار قاعد نشوف الوضع كيفاش قاعد يتردى من سنة إلى سنة. عندي 10 سنين نقري في صيادة، قاعد نشوف في ولد البحار اللي كان هو معناها عنده حظوة عند زملائه، اليوم كيفاش معناها قاعد معناها القيمة نتاع اللباس ونتاع الواحد كل شيء قاعد تنقص. هذا يدل دليل واضح على كونه فما مشاكل، والمشاكل هذه يلزمنا معناها نطفوا صفارة الإنذار عليها. ميناء صيادة نرجع نقول هو أقدم ميناء بولاية المستير وثاني ميناء من حيث أهمية الأسطول والإنتاج، هذايا معناها مؤكد. شنو هو المشاكل اللي موجودة في ميناء صيادة؟ أولاً إخراج المراكب والصيانة. إخراج المراكب بالنسبة للفلايك الصغار هاكم مترق فبني التري عاد وما يخدمش وما معناها اللي يجمد المجمد هذايا موجود نون فونكسيونيل. شنو يلتجئوا البحر؟ يلتجئوا استعمال التراكس باش يخرجوا فيك، ويلتجئوا باش يرفعها معناها بالمجهود الواحد هذايا نتاع اللي يظهر لي معناها في واحد يدز بكتافاته نتاع القرن معناها العصور الوسطى ماهيش نتاع توا. والمراكب الكبيره احنا ما احناش قادرين باش نعملها، نقعدوا نستناو بستة شهور وبالعام قيد في الكراسه حد ساعه يرضى علينا معناها المسؤول على الرافعه في طبلبه او المسؤول على الرافعه في مستير باش يخرج لنا الفلوكه اللي هي يلزمها معناها صيانه دوريه. والصيانه الدوريه اللي مازالوا يحكوا عليها البحاره وممثلين معناها اتحاد الفلاحين على الموضوع هذا، هذايا معناها وضعيه كارثيه. الحاجه الثانيه اللي هي التجاء البحاره، ما عندهمش فضاء واضح نتاع صيانه، التجاء ينتشفوا رغم اللي هي غير قانونيه الحكايه باش يعملوا صيانه نتاعهم فوق الليكي. وهذا يعطل معناها كل معناها المدخلين معناها من بي الناس اللي تبيع من الناس اللي توفر حاجات وكل هذايا مصدر خدمات في الميناء تتعطل. الكافه هذه ما عندهاش حل وما يتعمل. يظل لي الوحيده في العالم الا كون واد يصب في معناها في الميناء. شو معناها الواد يصب في الميناء؟ معناها لوبيفيا والواحد فهمتني؟ هذايا الكل هكايا هاكم تراو ولا المكان نتاعو تعرفوا فين؟ مع جنب المجبل بالضبط، معناها الأضرب هذا باش تهبط ما نقولوش إذا كان مطر الأضرب باش تهبط تسد الوحدة نتاع إخراج إخراج السفن. لكن اللي نعرفوه وعندنا عرايض وعندنا معناها شهادات تقول
أن كونه فما ناس معناها رابطة في الـ في الـ في الوادي هذايا وتحط في المياه المستعملة نتاعها غادي كيف كيف فيضان نتاع اللي يزيقوه حشاكم ويهبط الغادي ويهبط في وسط الميناء معناها الميناء نتاعنا ولا فيه تلوث رغم أن كونها الارتيكل 48 والارتيكل 47 نتاع مجلة الموالة تمنع سكب أي نوع نتاع مياه في وسط البر حتى سطل الماء مش تصبهم معناها يخدم تعمل وتفرض على السيد اللي معناها يسكن في الحكايه هذه اللي كان يصلح له. دونك هذايا سؤال كبير ياسر بالتلوث الخطير هذايا اللي موجود منذ عقود في الميناء. التموجات القويه داخل الميناء. التموجات القويه هذه راهو معضله. الميناء بصفه عامه. زي اسامه اسامه الاخرى شنو المشاكل الاخرى اللي يعملهم الواحد على سكة الابار الدم والماء بتاعها؟ شنو التاثير بتاعه على البلاد؟ نتاع الماء الحلوب ونتاع الماء ذاك اللي يهبط الملوث يعمل حشرة اسمها حشرة الكبروت. الحشرة اللي تكون هذه كيسوسة اللي تنخر في اللوح نتاع الفلوكة وكي تعمل تقسم عمر الفلوكة على اثنين. معناها الإنسان اللي باش يصرف معناها مليارات باش يعمل السفينة نتاعه نتاع سمك أزرق معناها في العادة باش تعيش له 15 20 سنة بالحشرة هدية معناها تولي تعيش أقل ويلزم يخرجها أكثر مرات باش يصلحها أكثر مرات. دونك مع انعدام معناها الرفع والتنزيل في وسط البرد ما عندهاش رفع. دونك شنو باش يصير؟ عمر الفلوكة يتقسم على اثنين. الإصلاحات اللي تعملت هدية تو مثلا اللي تراو فيها هذه تعملت عام 2003 زادت عام 2003 يزالت عام 2003 عملت كيمياء ولا ريح الشلوخ يضرب فيها ويدخل البر تموجات. وكذلك الريح السماوي اللي جاي من فوق من الغادي من شيرة المستير شنو يعمل هذاك؟ خاطر الحين نتاع البرد واطي دونك باش ينوي البرد من شيرة أخرى. دونك البرد قاعد فيها تموجات كبيرة لغة البحار ينوي والبرد الوحيد اللي نورمالمون تدخل له الفلايك باش تتحمى برد ما يكسر فلايك وفي وسط معناها يجي يتحمى يبدا روحه معناها بيختار اكثر من الواحد وهذا مشكله كبيره وخاصه التوسعه اللي تعملت في 2003 زادت الطين بله زادت الاشكال معناها كبير ياسر. اشغال الارصفه وصل معناها نسبه كبيره ياسر توصل حتى 150%. مرحبا بك. كان معناها تسمحوا بعد كان فما امكانيه باش نعملوا زياره ميدانيه تكون افضل باش تراوا معناها المشاكل اللي قاعده تعيش فيها يعيش فيها البناء من معناها رغم ان كون عندنا وحدتين شرع قاعي مع ترسل في المستير وحده معناتها سمك ازرق ترسل في البلدان. عدم توفر مساحات كافيه لانتصاب مسدي الخدمات، نقص الحمايه في الميناء لعده اسباب ينجر عنه تكاثر السرقات وتكاثر التجاوزات الى اخره، عقله التنميه في الميناء من سبب معناها فما مشاكل كبيره في الميناء صحيح. المشاكل هذه وعين بها المندوبيه نتاع الفلاحه وزاره الفلاحه والبحاره ومنذ قديم الزمان منذ عقود والبحاره تطالب معناها برشا مطالب. المطالب اللي قاعدين باش نطالبوا بها احنا بعد هي مطالب قديمه ياسر ماهيش جديده وراهم البحاره عياو وهم يعملوا لكن في تبني المجتمع المدني اللي هي مطالب البحاره كما تشوفوا فيها اضافه بارك الله فيكم تبنيكم انتم زاد للمشروع يكون فيه اضافه كبيره. شنو اقترحت وزاره الفلاحه لحل المشاكل هذه الكل؟ اقترحت هذه دراسه منجزه من طرف وزاره الفلاحه زيادة في طول الحاجز الواقي الأساسي اللي هو ديجا يعمل فيه مشكلة ب 30 متر. الزيادة في طول الواقي الثانوي هدايا. دونك زيادة في الطول هذا 200 متر. الجهر هدايا. وتعليق الحواجز الصخرية هدايا الكل اللي قاعدين معناها تراو فيه سي حجر. ماهوش لا رصيف لا حتى شيء. كيف كيف في الدراسة يحبوا ينحيوا الكي هذه الثانويه فهمني الرصيف الثانوي هذا يحبوا ينحيوا دونك البرد نتاعنا باش يولي بالطريقه هذه. هذا اقتراح
وزارة الفلاح في الدراسة اللي قدمتها للبحارة. هذا الاقتراح الموجود. نرجعوا شنو هي اقتراح البحارة بعد العديد من المداولات وعريضة معناها عملت 1500 مواطن من فرنسيات ومن البحارة وغير البحارة كيف جولة من الحوارات والنقاشات مع البحارة والممثلين أعضاء اتحاد الفلاحة والسيد البحري ونقابة البحارة إلى آخره. حبينا نعمل الاقتراحات هذه. إحداث منعطف بالحاجز الواقع الرئيسي الشمالي. المنعطف هدايا نحو القبلة يقلل من عرض مدخل الميناء وبالتالي يقلص من حدة تسرب التموجات إلى داخل الحوض. دونك هذه الوحدة الأولى، الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني إحداث أرصف نعود نعملوه حجر التمدد اللي قلنا عليه نظرا لحالة الاكتظاظ. مضى بنا كان نقترحوا زوز أرصفة، رصيف عن الحاجز الواقي الثانوي الفنار الأحمر ورصيف آخر في الامتداد اللي باش يحدث من طرف المندوبية بتاع الفلاحة. دونك هدايا بطول 100 متر. التراب بتاع الجهر اللي اقترحته الفلاحة كان معناها تيوريك مو يحبوا يحطوه في شيرة الشمالية اللي هي معناها بحر الخوجة نقولوا عليه احنا في شيرة المستير، لكن احنا نقترحه اللي يكون بجانب الميناء بالشكل هذاك النجم نحثه فضاء اخر للصيانة ويدخل للدومين فورتي بيبليك فبدي وينجم يكون على فضاء اضافي في وسط الميناء اللي هو ينجم يصلح لأحداث مشاريع او لفضاء صيانة او غيره. كيف وقت اللي نجيو باش نخدموا وباش نعملوا الإضافة الجديدة لازمنا نقراو حسابنا في مكان تركيز بنية تحتية اللازمة لتشغيل رافعة متنقلة اللي هي مطلب منذ عشرات السنين. كما تعرفوا الرافعة المتنقلة الأساسية بتاعها هي البيتون أرمي اللي باش تمشي عليه باش يدخل فيه الفلوكة. دونك هذاك وكيف المكان المحادي ليه اللي ينجم يكون فضاء بتاع صيانة. دونك هنا الوضعيتين هذوما ينجموا يتخلقوا في البرنامج بتاعنا. دونك من الطبيعي لكوننا باش نقراو حسابنا في احداث البنيه الاساسيه للرافعه المتنقله. رافعه متنقله بثقل 150 طن بتقول لي تكفي لجميع الوحدات الصيد اللي موجوده هنا. مطلب قديم جديد موجود معناها في البلان ديريكتور تقريبا منذ عديد السنوات. فبدي مطلب حارق رافعة لميناء السيارة. كيف اللي هو المعضلة بتاع وادي السكلي. وادي السكلي هاو تشوفوا هو يمشي بالطريقة هذه. دونك هذا الامتداد بتاع الواد يدخل لهنا ويهبط ديركت في وسط الميناء. احنا نقترحه لكونه يتم تحويل واحدة بتاعه خارج الميناء بشكل هدايا يكون معنا معناها الميناء بتاعنا بطريقه هذه. دونك كما تشوفوا احداث منعطف بالحاجز حوض شديد باش يتغلق بطبيعته حكم كونه فما اضافه بتاع الارصفه فضاء مهيئ لصيانه السفن رافعه متنقله وفضاء معناها مصب وادي السكلي يتحول بالشكل هذايا نلبيو معناها رغبات يكون عندنا بورد فونكسيونيل بورد اللي هو قابل معناها المقومات الأساسية اللي النجم تشغله وتنجم تعطيه معناها الفاعلين. هل تقديرات الجزئية بتاع المصاريف هي ما تتجاوزش 7 مليارات. كما قال السيد رئيس البلدية أي مشكلة اللي في البلاد نجم تتحل ب 7 مليارات. بالنسبة لميزانية البلاد الكل، بالنسبة للميناء مهمش عنده تقريب عشرات السنين. دونك لهنا نحبوا نقولوا لي كومبوزونت الجدد هذوما اللي باش يتزادوا على الدراسة المنجزة اللي هي حماية الميناء من التموجات، ما تتجاوزش كلها حسب تقديرات مهندسين 7000 7 مليار. دونك هذايا تقريبا هو العرض وحيل الكلمه للسيد المنسق مش مشكور.
طبعا الصحة أخونا وسامة عبر في قصير قصيرين باش نعمل لي مسائلة فهو هذه النوع بلسك البرزنطاسيون ككل نجم نفتح باب النقاش الورد كان عنده ما يتنزل ولا يديهم ومن بعد نحلوا معناها اللي عملوا مداخلة يحب يقولها مع